الفنانة المغربية لطيفة رأفت تعلق عن خسارة المنتخب المغربي: أصعب شيء في الدنيا هو الظلم. إليكم التفاصيل. علقت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن مغادرة المنتخب الوطني كأس الأمم الإفريقية في الثمن النهائي بعد خسارته بهدفين مقابل صفر أمام منتخب جنوب إفريقيا مساء يوم الثلاثاء، معتبرة أنه تعرض للظلم من طرف الحكم. ونشرت الفنانة لطيفة رأفت صورة لأشرف حكيمي وانصيري أرفقتها بتدوينة جاء فيها: أصعب شيء في الدنيا هو الظلم، وليداتنا اليوم في المنتخب الوطني داروا اللي عليهم، ولكن ما كانش يمكن يديروا أكثر من هذا التحيز الواضح اللي عشناه في المباراة من عند الحكام والضغوطات النفسية الرهيبة اللي عشناها معهم احنا فبالأحرى هما. وأضافت لطيفة رأفت في تدوينتها: سيبقى المنتخب الوطني في القلب ودائما في القمة، ولا عزاء للحاقدين، الكبير كبير. لطيفة رأفت كانت من بين الفنانين الذين شجعوا وساندوا المنتخب الوطني المغربي في كأس أمم إفريقيا على حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.